حقيقة حكومة بغداد ومن يقف خلفها غير مستعدة لتقديم أي تنازل في هذه الفترة لهذه الاحتجاجات التي بدأت من 1/10 وتكررت بالموجة الثانية بعد 25/10. لا يمكن للحكومة الآن ولا لمن خلفها من الميليشيات ولا لقاسم سليماني أن يبدي أي قدرة على تنازل أو أي استعداد لتنازل. وبنفس الوقت هذا اللي حصل في المجتمع هو انقلاب اجتماعي حقيقة، هذا انقلاب اجتماعي أيضا هم غير مستعدين لأي حلول ترقيعية، وبالتالي المشهد أمامنا الحقيقة مشهد يعني يكاد يكون أبيض أسود. يعني الحكومة سواء واجهت هذا الانقلاب الاجتماعي، هذه الاحتجاجات، هذه المطالب، هذه الجموع الغفيرة، أو أنها احتوتها أو حاولت تركبها، فهي في كل الأحوال لن تستطيع أن تقنع هذا الجمهور بأن هذه الطبقة السياسية الحاكمة لا تصلح لإصلاح ولا تصلح لأي شيء، سواء عدلت دستور أو أقالت حكومة أو جاءت بحوافز مالية مثلا على سبيل المثال. ولذلك حقيقة أنا أستطيع أن أصف المشهد وأقول هو عبارة عن صراع بين فريقين، مجتمع انقلب على الميليشيات واحد، حكومة تنتظر كأنها تتفرج على هذا المشهد، وميليشيات ربما تنقلب على هذا الانقلاب الاجتماعي بانقلاب عسكري. الزمن سيحكم من سيغلب من، وعندها يمكن سيكون عندها سيكون للحكومة ربما كلام آخر، لكن أنا أعتقد إحنا أمام فترة مفتوحة وليست فترة شهر أو شهرين وربما حتى ولا سنة أو سنتين.